حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم من جديد مع المبدعين دائما في صغار ستار. اليوم معانا مبدع جاي من القصيم، احد المنشدين المميزين ما شاء الله في منطقه القصيم، جاي حاضر معانا اديب الحضيف. اهلا وسهلا فيك، مبدع وفنان وجميل ومميز ما شاء الله. يا هلا وسهلا، الله تشرف. الله يخليك. اليوم ما شاء الله انت نجم وصوتك جميل، وفي احد المشاركات شاركت في القصيم ما شاء الله في المسرح، الكل حب الصوت ما شاء الله. هذا دليل على انه انت ما شاء الله صوتك جميل ومميز، الله يعطيك العافيه. اول شيء اديب، نبغى نعرف احنا كيف بديت. والله بديت اكتشفتني الوالده ما شاء الله وكذا امشي، قالت ما شاء الله مش بدي اشارك بالمدرسه. حلو. وشاركت بديت بالمدرسه. حلو. وبديت شوي اطور مهرجانات والحمد لله ما شاء الله وصلت لهنا. الله يعطيك العافيه، انت دائما مميز ومبدع. نبغى نسمع، نخش في الجو نسمع شيء من الجديد. اتع يا حبيبي خذني وروح، قلبي من الهوى مجروح، واللي فيني كفيني، شو اللي غير قلبك كون انت بتنساني معقول، وينك ما عم تحكيني، عيون المبتعشة بجنون، مش من حق تقول عيون، ما تتركني لحالي أنا بهواي، بعدك ما بسمع ما بشوف، ولا بقدر هجي الحروف، يمكن بنسى حالي وما بنسى. الله عليك الله. طيب أديب، إحنا نقول في القصيم ما شاء الله يمكن ما عندكم مهرجانات كثيرة مثلاً تطلع فيها وتشارك فيها، كيف ما شاء الله اللي أشوفه خالك وعمك هو معاك دائماً. خالك الله يعطيه الصحة والعافية، دائماً معاك يوديك ويجيبك ومهتم وحريص عليك. مني كان يدعمك برضو كمان في الموهبة لأنه تقدم أنت الأناشيد؟ والله شوف، أنا بديت مهرجانات شوي. حلو. وخالي أول الدعمين، والديني كلهم وأهلي كلهم. الله يطول في عمرهم. وشركة إعلام مرايا صراحة هم اللي احتوون ودعمون. حلو. يعني الله يجزاهم خير. سجلت حاجات في الاستوديو وزادت لك وكليبات وكذا. الحمد لله. ما شاء الله. وكيف شفت مثلا الانشاد والناس، تقبل الناس معاك لما يشوفونك يا اديب وانت تقدم مثلا بعض الاعمال الخاصه بالانشاد؟ والله شعور رائع. حلو. يعني انا الهوايه ذي احبها يعني. حلو. تطور من نفسك، واضح انك قاعد تتعلم اكثر، تدخل يوتيوب وتركز. من دائما تتابع وتسمع له؟ والله شوف، انا دائما اسمع المنشدين كثيرين. حلو. لكن يعني عندك مهر الزين. حلو. عندك حامد الضبعان ما شاء الله. حلو. يعني المنشدين ذولا انا اميل لهم يعني. والفنانين؟ والفنانين طبعا لا يعرف عباد الجوهر. الله عليك يعطيك العافيه. حلو. اليوم انه انت كمان تستفيد من لما تسمع، تستفيد اكثر من الاشياء اللي انت تستخدمها في، خلينا نتكلم في اعمالك اللي بتقدمها. نسمع شيء ثاني؟ تناديك رغبة المقابل من الأرض وانت بالمجرى، تهدي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة، ترى كل هالدنيا تساهل مدام اننا بنعيش مرة، تلي الدين وتزيد التعاليل، تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي همليل، وفي الصدر تنهي دوحرة، أحبك وما للحب تهويل، ولا شفت من كل المضرة، وناديك ودموعي همليل، وفي الصدر تنهي دوحرة، أحبك وما للحب تهويل، ولا شفت من كل المضرة، وتناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهدي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرا. الله عليك يا اديب، وش هالجمال ما شاء الله، وش هالابداعات، يعطيك العافيه. ان شاء الله باذن الله اشوفك نجم مميز. طيب ايش ان شاء الله طموحك؟ ايش امنياتك؟ والله امنياتي اكون منشد صاعد ان شاء الله باذن الله، وافيد
اهم شيء الوطن. حلو، انت فزت في جوائز كثيره صراحه في الانشاد، بس تعلمنا احنا المشاهدين وش الجوائز اللي فزت فيها. والله يعني الاهم فزت يعني يوم وطني 86 اغنيه وطنيه، و87 الحمد لله فزت باغنيه وطنيه. ما شاء الله، يعطيك العافيه، ونشوفك نجم مميز باذن الله، وباذن الله نشوفك من اقوى المنشدين. يعطيك العافيه. خلونا نروح نشوف احنا وياكم لقاءات صغار ستار، نرجع لكم بعد هاللقاءات. نزل هالنظاره وشوف.